مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتنا لاخسيستاتيزي. جات الفنانة المغربية لطيفة رأفت عن صمتها وعلى غير عادتها علقت على موضوع تجاهل الفنان المغربي والعالمي رضوان مهرجان الجونة السينمائي في مصر. نشرت لطيفة رأفت على حسابها الرسمي في انستغرام جزء من كليب رضوان وسعد المجرد ورفقاتها برسالة وجهتها لرضوان. قالت لطيفة رأفت في هذه الرسالة: اليوم ضرني خاطري بزاف لما شفت موقف خبيث من مذيعة مهرجان مصري ومغني مصري ما بغيت حتى نطق اسمه لأن سوابقه مع فناننا الجميل سعد المجرد دليل على أنه كيبحث على الشهرة والعالمية من ولاد بلادي الحبيب المغاربة. تجاهل هاد الناس الفنان عالمي كرضوان اللي تعامل مع أكبر الفنانين العالميين واللائحة طويلة كتشهد على عالميته، فهذا شيء ما يمكنش يتقبله أي فنان عنده غيرة على ولاد بلاده. أما بالنسبة للفنان بالعياشي يمكن نقوله أنه كيبحث للشهرة الشرقية وهذا من حقه، لكن ماشي بها التعامل والتجاهل. عزيزي الفنان العالمي رضوان، إذا بغيتي تطلع شي حد من الأحسن ولاد بلادك أو رجع لعالميتك مع الغربيين، نعطيتهم فنك وألحانك واعترفوا لك بهذا الشيء، إنما تنزل راسك لهذا الموقف والله ما نرضاها لك، وانت تعرف معزتي لك انت وأختي ليلى زوجتك الماسون، بلدك وولاد بلادك أولى. وغادي نختم كلامي بنصيحة أعتز بها من أغلى الناس صادفتهم في حياتي، المغفور له الملك الراحل الحسن الثاني رحمه الله، قال لي: بنتي اللي خرج من داره تقل مقداره.